ارحب بضيوفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن اسلام مشرف ومنور، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش مشرف ومنور، وكل سنه وحضرتك طيب. كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. كل سنه وحضراتكم طيبين يا كابتن عبد الرحمن، منورين شاشه قناه النادي الاهلي. ازيك يا حبيبي؟ كويس الحمد لله بخير يا كابتن، ربنا يخليك. هبدا من عندك كابتن. امبارح غير الجمهور وغير الكلام اللي اثر على اداء اللعيبه في الملعب ده، لكن شفنا تنظيم من مستر كولر في الخطوط كلها امبارح متميز جدا جدا جدا. شفنا ترابط بين الخطوط، شفنا حاجات كده المعتاد بتاع مستر كولر، الاثنين ديفندرات وقفشه قدامهم، الحاجات دي كلها شفتها ازاي بقى من وجهه نظرك المدافع بتاع النادي الاهلي القديم الحلو ده؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. انت كنت بتحكي لنا على بس لما نيجي الجون كهرباء لما نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك للنادي الاهلي امبارح، فوز غالي بالنسبه لنا، ديربي وادي النيل يا اسلام طبعا. الرحمن الاهلي قدر التفوق على الديربي ده على الهلال السوداني طبعا بثلاث اهداف، شفناهم امبارح من اجمل الثلاث اهداف. قبل ما نتكلم على الجانب الفني، عايزين كمان ندي حق الجماهير بصراحه يا جماعه. اللي امبارح يعني جمهور النادي الاهلي ده عظيم، كل مدى بيثبت لنا ان هو فعلا مش رقم واحد، ده رقم واحد وواحد ومؤثر بشكل كبير جدا على معظم بطولات النادي الاهلي العظيمه. ولما اقعد كده اسلام افتكر جماهيرنا زمان يا حشيش في الهتافات و ما كانوش بفكر وثقافه جديده، بيتطوروا كابتن والله يا حشيش. يا عبد الرحمن بصراحه يا اسلام في تطوير بشكل كبير جدا في التنظيم في الدخول. طبعا واضح كان الاسره الاهلاويه امبارح موجوده، الاب والام والولاد موجودين، في عائلات راحت فطرت في الاستاد صح، بشكل جميل جدا. والهتافات اللي بيغنوها وبيهتفوا بيها والتشجيع المتواصل للعيبه النادي الاهلي، وانت قاعد بتتفرج كده يا اسلام يا عبد الرحمن جسمك اشعر، عايز تنزل تلعب بصراحه. يعني شكل الاستاد والتنظيم والدخول وحشنا من فتره طويله يعني. فجماهير النادي الاهلي العظيمه مهما هنتكلم عليها ليها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على تاريخنا وتاريخ الاجيال اللي قبلنا واللي بعدينا، وحتى كمان على اللعيبه الموجودين حاليا. التنظيم الاستراتيجيه اللي لعب بيه سؤالك يا عبد الرحمن كان واضح جدا طبعا، ان مستر كولر اولا هو استفاد باللعيبه المحترفين واللعيبه الدوليين من منتخب مصر لما راحوا السبعه مع مستر فيتوريا وعملوا لنا مباراتين ملاوي على اعلى مستوى. وطبعا لعبتنا المحترفين اذا كان بيتسيتاو او معلول او ديانج المؤثرين حتى كمان مع بلادهم في حته الفوز، لما اطمن عليهم الراجل طبعا بدا يتكلم على الاستراتيجيه ان هو يهمه انه يكسب هذه المباراه، ان هو ازاي يختار التشكيله الامثل لهذه المباراه، ازاي يختار طريقه اللعب كمان اللي تناسب هذه المباراه. عايز اقول لك احنا من مباراه القطن الكاميروني كان واضح ثبات التشكيل اثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. الثبات اللي كان عليه الثلاث خطوط والتفاهم والتجانس اللي كان في مباراه القطن الكاميروني اثر بشكل كبير جدا على مباراه الهلال، يعني تقدر تقول نفس التشكيله او قريبه بنسبه. هو الحاجه الوحيده اللي بيغير فيها مستر كولر يا هيلعب بثلاثه في نص الملعب لما بيحب يزود حمدي وديانج وبتاع وعمر السولية او مروان عطيه، او يلعب باثنين وقدامهم قفشه او قدامهم بلاي ميكر. امبارح هو طبعا عايز يكسب وعايز يلعب. انا قلت مثلا احنا انا تفكير انا جابني ان احنا مش عايزين نخش فينا جون فهيلعب بثلاث ديفندرات، لقيته لا ده لاعب لقدام اكتر. حتى التغيير لما نزل حمدي نازل يلعب لقدام برضه. وهو قرا كمان الهلال السوداني، ودي ميزه برضك مستر كولر وجهازه الفني انه بيقرا الخصم، اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه وبيبدا يشوف نقط الضعف اللي موجوده يقدر يستغلها ازاي، الحاجات الايجابيه اللي كانت موجوده عندهم خط الهجوم السرعات، وازاي التمركز بتاع علي معلول التمركز بتاع هاني يكون جيد ما بيحصلش ثغره من خلاله ويقدروا يستغلوها. تقارب خطوط زي ما انت قلت عبد الرحمن، تقارب خطوط كانت باينه قوي واضحه قوي. وبعدين عايز اقول لك بلغه الكوره، طول ما انت بتدافع صح احنا عندنا الملكه وعندنا من اللعيبه الموهوبين اللي نقدر نجيب جول في اي وقت، وده اللي حصل. ان احنا الحمد لله 4 مين كهربا، طبعا انا كنت لسه بتكلم مع اسلام قبل الهوا، كهربا جاب جول يا جماعه فعلا من الاجوال اللي تدرس، يعني بيشبهنا بجوال الكابتن محمود الخطيب زمان. وقفته يا اسلام عبد الرحمن، وقفته مش واقف بظهره، واقف بجنبه. وبعدين سبحان الله الكره اتلعبت له من عبد القادر، عمل امتصاص بالترقيصه، يعني في الهواء وهو بيلمها لمها بترقيصه المدافع لغايه لما، عشان مهم جدا ان يبقى حضرتك بتشرح للجمهور